السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وإن شاء الله تلاميذي الأعزاء سوف نقوم بإنجاز فرض منزلي، وسوف أنجز تمرين 5 و6 لأن طلب مني بعض التلاميذ أن أنجزه. إذن تمرين 5 في الفرض المنزلي ديال السنة الثامنة أساسي، طلب منا هنا قبل في السؤال رقم 1 أوجد العدد M الذي يحقق المتساوية ناقص 7 على 5 تساوي M على 5 معللا جوابك. ثم السؤال الثاني، هل العددين 4 على 0.6 وناقص 2.5 على 16 متساويين؟ علل جوابك. إذن العمليات هذا الدرس يتعلق بالعمليات على الأعداد الجذرية. إذن سوف نقوم إن شاء الله بالإجابة على التمرين 5. إذن لدينا M على 25 تساوي ناقص 7 على 5. هنا غنطبق ان شاء الله خاصية او العلاقة ديال التناسبية. التناسبية كتقول بان ا على بي اللي كانت كتساوي السالب دي، فان ا في دي كتساوي ب في سي. بالاعداد مثلا 3 على 2 تساوي 9 على 6. الى ضربت 3 في 6 تعطينا 18، ولا ضربت 2 في 9 تعطي 18. هذه العلاقه تسمى بعلاقه تناسبية اللي نطبق ان شاء الله تعالى. هنا ستعطينا M في 5 تساوي ناقص 7 في 25، تساوي ماشي قسمة، اللي غتعطينا سيدي M تساوي، هنا غنطبق العلاقة ديال، هنا غنطبق داك الطريقة اللي كندير في المعادلات، عدد مجهول في عدد معلوم كيساوي عدد المعلومين، فإن المجهول كيساوي العدد المعلوم اللي هو على اليمين مقسوم على العدد المعلوم اللي هو على اليسار. هنا عندي في، علاش؟ لأن عندي الضرب، هي ناقص 7 في 25 على 5 اللي كتساوي، هنا عندي 5 و25 من هما عددان يمكن الاختزال فيهم، 25 تولي 5 في 5 باش نختزل بالعدد 5، ستعطيني اختزال بالعدد 5، يمشي لنا 5 على 5، ستعطينا ناقص 35، لأن ناقص 7 في 5 تساوي ناقص 35. في السؤال رقم 2، هذا السؤال رقم 1، في السؤال رقم 2 لدينا، قال لك هل العددين 4 على 6 نبدأ ناقص 2.5 على 16، قال لك واش كيساوي 4 على 0.6. إلا درت تناسبية غادي نحسب العددين ناقص 2.5 نضربها في 0.6 نحسبها غتعطيني ناقص 1.5، ونحسب 16 16 عامل 4 غتعطيني 64. هنا كنلاحظ 64، 64 تخالف ناقص 1.5. إذن العددين غير ليس متساويين أو غير متساويين، يعني غتكون 2 ناقص 2.5 على 16 تخالف، ما كتساويهاش، تخالف 4 على 0.6. طريقة أخرى،
غنقول طريقة ثانية اللي بغي يديرها الطريقة، غنقول بأن العدد الأول ناقص 25 ناقص 2.5، عفوا ناقص 2.5 على 16 عدد، هذا عدد سالب رابعين، عدد سالب على موجب سالب، وهذا عدد مو، هذا عدد موجب، هذا موجب، هذا سالب، إذا من طبيعة الحال العدد السالب يخالف العدد الموجب، عدد السالب يخالف العدد الموجب. هكا إن شاء الله تعالى سوف نكون قد أنجزنا تمرين 5 من الفرد المنزلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.